الحادي والثلاثين. الله 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 الله، إذا هي الانطلاقة لشوط الشداد، الشداد الذي استعد له الجميع خير استعداد، وانطلقت من خلاله الأسماء الخمسة التي أعلنت فيما بينها حوار قائم يجمعهم هناك على مائدة الشداد الذي رصد للفائز بالمركز الأول. ياهي أسماء وياهي شعارات وياهم مضمرين. الله الله، السليماني يحمل الرقم واحد لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. سراب يحمل الرقم اثنين لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سعيد بن شطيط الوهيبي. واضح يحمل الرقم ثلاثة لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. رقم أربعة عز الجيش لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يضمر مطر باللاحق الهاجري. ورقم خمسة عجلان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. خمسة أسماء إذن انطلقت، كل هذه الأسماء الخمسة هي فائزة معنا في هذا الشوط الرئيسي، وكل من تواجد ومن شارك في هذا الختام فائز من دون أدنى شك، لأننا فائزون جميعا بمحافظتنا على هذه السلالة العربية الأصيلة، سلالات الهجن التي نفتخر دائما بقربنا واقترابنا منها. إذن مع تفاصيل هذا الشوط نقدم لكم هذا الوصف التفصيلي مع بداية المنافسة وبداية أول الكيلومترات. السليماني على المركز الأول، انطلق السليماني لهجن العاصفة يقوده في التضمير حمد بن راشد بن حمد بن غدير الذي كان مرافقا لشرارة التي كانت شرارة حية من المنافسة ومن التفوق، والتي بدأت مشوارها من البداية وحتى النهاية وأهدت لهجن العاصفة كأس المفتوح الخاص بالثنايا لأصحاب السمو الشيوخ. إذن ها هو شعار شرارة مع مضمر شرارة حمد بن راشد بن غدير يتواصل مع سليماني في المركز الأول. المركز الثاني عز الجيش لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يضمر عز الجيش مطر باللاحق الهاجري. المركز الثالث سراب لهجن الرئاسة بقيادة شاطر المضمرين سعيد بن شطيط الوهيبي. المركز الرابع يتضح ويوضح لنا واضح على المركز الرابع لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدي الكتبي. وفي المركز الخامس هنا عجلان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة المضمر سالم بن فاران المري. الله الله الله، كل المضمرين فيما بينهم منافسة، والشعارات كذلك تتنافس من أجل الوصول إلى المبتغى، إلى مرفا الشداد الذهبي. السليماني يحمل الرقم واحد وهو على الموقع رقم واحد هنا في هذا الشوط. السليماني والذي نال أيضا نصيبا كبيرا من الترشيحات ينطلق في المركز الأول بشعار هجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، مرافقا منطلقا معتنيا مع اللي هو سليماني. الله يا سليماني، كأنه يقول الزمان زماني والمكان مكاني واسمي سليماني، وأنا على المقدمة، أنا المتصدر، أنا الأقوى حتى هذه اللحظات. من أراد المبارزة، من كان لديه كلاما آخر فليتقدم معي إلى الصدارة وإلى المركز الأول. عز الجيش على المركز الثاني قادم بعزته بشموخ هذا الشعار، شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعمر مطر باللاحق الهاجري، متواصل ومنتشي مع انطلاقة عز الجيش. سراب بدأ يتسرب، بدأ في الانطلاق في ثالث المراكز لهجن الرئاسة بقيادة شاطر المضمرين سعيد بن شطيط الوهيبي، المضمر الذي يعرف أين تؤكل الكتف وواحد من عمالقة المضمرين. المركز الرابع واضح، في رابع المراكز واضح
لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. أما خامسا أتابع عجلان بالشعار العنابي بالشعار القادم والمتعني خصيصا للمنافسة على الأشواط الرئيسية، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على ظهر عجلان يحتل المركز الخامس مرافقا له في التضمير وفي العناية سالم بن فاران المري. ها هي الأسماء الخمسة، لا جديد على ندائنا الثاني، ولكن الجديد هنا الجديد مع تغيير عز الجيش. عز الجيش الآن بسط نفوذه على المركز الأول، يرأس هذا الاجتماع اجتماع غير عادي أبدا هنا في شوط شداد في منافسة حدودها إلى الأمجاد. الله 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 الله، تاريخ سيسجل وحدث في مثل هذا اليوم، واسم واحد فقط لا غير هو الاسم الذي سوف يصل إلى خط النهاية أولا معلنا اقترابه أكثر من ذلك الرمز المنتظر. المركز الثاني إذن السليماني على ثاني المراكز لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير الكتبي، 4 كيلومترات قطعناها وتبقى مثلها على خط الوصول على خط النهاية. المركز الثالث سراب يريد أن ينال الإعجاب، يريد أن يستحق الإعجاب، وهو مدرك تماما بأن الإعجاب لن يتحقق إلا مع حصوله على ذلك الرمز. ينطلق سراب إذن بأمنيات وتطلعات عشاق هذا الشعار الأحمر، شعار هجن الرئاسة بقيادة سعيد بن شطيط الوهيبي. المركز الرابع واضح، كم أنت واضح يا واضح. في المركز الرابع لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أما في المركز الخامس فهنا عجلان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. يلا يا الذهبي، ويلا يا الوافق، ويلا يا الشاطر، ويلا يا المنتشي. الله الله الله، كل المضمرين القلوب ترقع القلوب. الله الله الله، ما فيه مضمر ابدا، مرتاح في هذا الشوط، الكل على اعصابه، سواء من مضمرين، سواء من جماهير، سواء من متابعين، من مراقبين، من خبراء لهذه المتابعات الاصيله. السليماني عاد مره اخرى، الزمان زماني والشوط شوطي. الله يا السليماني، انطلق مع المركز الأول يبدأ في حوار على هذه الأسماء المشاركة، يحاورها بلغة المنافسة الشريفة، يحاورها بلغة الصدارة. وال3 كيلومترات الأخيرة 3000 متر، يا صعبة أبدا ليست بالسهلة أبدا. من يقول سهلة أقول لها سوري، المسافة المتبقية مسافة خطيرة، مسافة تتطلب المزيد والمزيد من الخبرة والمزيد كذلك من مضاعفات الجهود. إذن السليماني على المركز الأول لهجن العاصمة مع حمد بن راشد بن غدير، واثق من حضور هذا الشعار. الله 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 الله، المركز الثاني أشوف عز الجيش، ولكن سراب تسرب إلى المركز الثاني، وانطلق سراب إذن وتهديد واسع بقيادة المضمر سعيد بن شطيط الوهيبي. التحركات تأتي أيضا مع عجلان في المركز الثالث، عجلان يغير الآن وينتقل إلى المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع سالم بن فاران المري الذهبي. الذهبي يريد شداد الذهبي، منطلق الذهبي، انطلق مع عجلان في المركز الثالث. المركز الرابع واضح في المركز الرابع، وحتى الآن يا واضح لم تتضح لنا الرؤية الأخيرة، لم يتحدد لنا السيناريو الأخير. واضح المركز الرابع لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدي الكتبي. المركز الخامس عز الجيش لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويضمر مطر باللاحق الهاجري. ها هي النتيجة إذن في ندائنا الثالث، والكيل وين متر الأخيرة يا مضمرين، انسونا عن موقعنا، فهذا هو موقعنا، والسليماني هو من يتسيد، هو من يتصدر، هو من يتعملق، هو من يتألق. منطلق إذن السليماني، منطلق يسير على ذات النهج،
على ذات السيناريو، على ذلك المسار التي سارت عليه شرارة، حيث بدأت المسار في المركز الأول وأنهت في النهاية مع المركز الأول ومع كاس المفتوح. الآن حنا مع اشداد، اشداد لمن يا اخواني؟ يا اخواني اشداد لمن؟ كيلو ونص اشداد، كيلو ونص على الناموس، كيلو ونصف الكيلو يا سليماني. السليماني اذا مع المركز الاول، انطلق السليماني لهجن العاصمه مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدي الكتبي، سراب على المركز الثاني لهجن الرئاسه مع الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي، محتفظ حتى الان بهدوء اعصابه، منطلق مع المركز الثاني. اذا هنا سراب بهدوء الاعصاب في المركز الثاني. المركز الثالث عجلان في عجله من امره وفي انطلاقه قويه لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني، سالم بن فران المري في المتابعه. المركز الرابع واضح لهجن العاصمه حمد بن غدير في المتابعه. المركز الخامس عز الجيش لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، مطر بن لاحق الهاجري في التضمير، في التضمير. الله 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 يا الكيلو الاخير، الله يا كيلو، ما بعد كيلو. والسليماني هنا يواصل الرقص الاصيل. الله يا السليماني، كانه يقول الزمان زماني والمكان مكاني، ولكن يا السليماني احذر من المركز الثاني. الله سراب 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 على المركز الثاني. المركز الثالث واضح، المركز الرابع عجلان، اشداد لمن اشداد؟ الله الله الله، ياهي معركة، ياهو صراع، ياهو نزاع. سليماني سليماني سليماني، الله يا سليماني، خلاص يا سليماني ارحمنا يا سليماني. السليماني على المركز الاول لهجن العاصمة حمد بن راشد بن غدير، سراب في المركز الثاني. الله يا سراب، سراب اذا على المركز الثاني يواصل الضغط، يواصل الانطلاق. سراب انطلق، الشاطر الشاطر مع هجن الرئاسة في المركز الثاني. سراب يا اخواني، يا اخواني سراب، يا اخواني سراب، ويا اخواني سليماني، السليماني وسراب. اشداد لمن؟ اللحظات الاخيرة. سراب 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 والسليماني، السليماني وسراب، السليماني وسراب، سراب والسليماني. ياهو شوط، ياهو شوط. الله 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 الله، السليماني مع اشداد، اشداد مع السليماني. الزمان زمانك، المكان مكانك يا سليماني. تهانينا لهجن العاصمة على حصول السليماني على اشداد الذهبي المركز الثاني. سراب لهجن الرئاسة بقيادة سعيد بن شطيط الوهيبي المركز الثالث. واضح لهجن العاصمة مع حمد بن راشد بن غدير المركز الرابع عجلان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، مع سالم بن فاران المري. والمركز الخامس عز الجيش لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع المضمر مطر بن لاحق الهاجري. إذن السليماني مشاهدينا الكرام يحقق وينتزع المركز الأول توقيته الزمني. نطلب من مخرجنا إعادة التوقيت الزمني للسليماني الذي حقق الأماني وكان هو صاحب العنوان العريض وصاحب المانشيت الأكبر الأبرز في هذا الشوط. 13 دقيقة 13 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وللمضمر حمد بن راشد بن غدير. سراب في المركز الثاني، 13 دقيقة 14 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة ولشاطر المضمرين سعيد بن شطيط الوهيبي. أما المركز الثالث فكان من نصيب واضح توقيت الزمني 13 دقيقة 18 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا للمرة الثانية لهجن العاصمة وللمضمر حمد بن راشد بن غدير. منافسة أخرى آفاقها كأس المحليات، يرافقكم بالتعليق على هذا الشوط الزميل العزيز نايف بن سعود البلوي. شكرا للزميل سعد على هذا التواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الكرام في كل مكان احييكم اجمل تحيه، ارحب بكم بمساء خصص للذهب، لهذه الشعارات الذهبيه، لهذه الاسماء العملاقه بهذا اليوم الذي يشهد هذه التحديات في مساء يوم الخميس. واليوم يوم الذهب، اليوم يوم الكاس، اليوم يوم الشداد، اليوم يوم الرقصة مع الكبار، اليوم يوم التكريم. ثالث أشواط هذا المساء الذي خصص للثنايا البكار.